خليني اقول لكم كانت بدايه التعليق للزملاء في مختلف البرامج على موضوع الشناوي بدات من عند الزميل ابراهيم فايق. ابراهيم فايق استعرض وقتها قال الشناوي ما اخطاش والحكم ما كتبش ما يدين الشناوي، وعشان كده رجع الزميل ابراهيم فايق علق تاني على ما حدث نسمعه. مهندس عدلي القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي، النهارده احد الاصدقاء بعت لي الفيديو هما بيتكلموا على مقطع الكلام اللي انا كنت بقوله امبارح في الانفراد الخاص بتقرير الحكم. في توصيفهم هما للكلام، لان هما ناس اعلاميين يعني فاهمين بيسمعوا كويس ويستوعبوا، قال لك انه كما لو انه ابراهيم عايز يقول انه ممكن تحصل ضغوط، فما لهاش حاجه تانية غير كده بالنسبه للحكم. مدرسه الاهلي اصلها واضحه، ما فيهاش يعني هجس. كلام النهارده اللي انا شفته للاستاذ ابراهيم وللاستاذ عدلي، مهندس عدلي يقول لك الشناوي اخطا، احنا مقرين بخطا الشناوي، بس اديني الدليل والمسطره اللي بتقول لي ان الخطا ده يستوجب العقوبه دي، وانه احنا اشتغلنا على سند قانوني. وللامانه يعني على مدار كل مجالس ادارات الاتحاد المصري لكره القدم، محدش يزعل مني، يعني انا بقف محتار، انا ما بفهمش العقوبات بتتاخد بناء على ايه. مين بيقول وفين المسطره، ومين في تقديره بيشوف من وجهه نظره انه دي تستحق اربعه زي الواقع اللي احنا بنتكلم فيه؟ مين دي تستحق اربعه؟ اديني مسطره بقى يا جماعه، اديني شفافيه اشتغل عليها، اديني شفافيه انقذ بيها الموقف بين الجماهير وبعضها. واقر هنا في المكان ده انه لا توجد شفافيه بنسبه 100% في تقدير العقوبات على طول الخط. عقوبات تقديريه احيانا تكون هينه، واحيانا عقوبات مبالغ فيها جدا. وتقعد تسال، هي الناس في النهايه مش عايزه غير حقها، جمهور الاهلي عايز حقه ومش عايز حاجه تاني. يا جماعه يا ريت يتطبق، لو في خطا على اي حد يتطبق بالمثل. جمهور النادي الاهلي وهو بيتكلم النهارده بيقول لك الشناوي اخطا، بس هو بيقول لك ان الشناوي اخطا، بيقول لك انا عايز افهم السند القانوني اللي اتسندنا عليه. فاذا احنا بنتكلم على نمط معين في العقوبات فهو نمط غير واضح. كلام الاستاذ ابراهيم فايق واضح جدا، استندته على ايه؟ ما هو لو كان الحكم شعر ان اولا ليس من اللائق اي لعيب يلمس الحكم، خلاص عشان نخلص من الجدل ده، واللمس ده قد يكون بقصد الاهانه، انك تشد السماعه من ودنه او تشد الصفاره منه او تدفعه، ها؟ وقد يكون بالتنبيه وده الدرس الاول على فكره، يعني بالتنبيه، وكله مرفوض طبعا سواء وقت المباراه او بعد المباراه، ولكن الحكم يستطيع ان يتخذ، عنده الاليات والسلطات التي تسمح له ان بسرعه يقضي على الجدل. هو ما كتبش في تقريره انه في حاجه خطا من وجهه نظره تستحق الرزم ساعه ما خرج من الملعب. اذا لو هو كان شاف بالمعيار بقى المظبوط قوي انك انت لا انت بتلمسني مهما كان، ما تلمسنيش، اتفضل ادي الكارت الاصفر، كان هيتفهم ان خطا الشناوي وقف عند هذه الحدود، انه مسك الحكم خد كارت اصفر اتوقف مباراه انتهى الموضوع. لكن الحكم شعر من جانبه انه ما كانش الشناوي يقصد انه يعني يرتكب خطا، ولكنه ارتكب خطا. ف لجنه الحكام بعديه قالت له اكتب، وكتب، لان الاستاذ ابراهيم الساعه 11 طلع قال ما فيش لحد دلوقتي اي شيء اتكتب، وكرر تاني حط تحتيها خط لحد دلوقتي، وكان يشعر ان القرار هيتغير. فالراجل كتب انه مسكني من ايدي، وترك التوصيف للذي يقرر توصيه العقوبه، والذي قرر توصيف العقوبه شخص ما في اداره المسابقات. ما هو احنا سمعنا ان ما لاحظتش حاجه لجنه التظلمات او الانضباط، اسف الانضباط، هذه توصيه مع وايه واتخذت قبل انتهاء الجوله، يعني ما استنوش لما يقعدوا يوم كده لا في ساعتها لازم القرار يطلع عشان يبان يعني
الشده في مواجهه هذا الموقف مع النادي الاهلي. طيب اتضح ان كل الاجراءات كانت تقود الى تخفيف العقوبه، لانها هي زي بتاعه الكابتن رمضان صبحي اللي هي مسكتني من ايدي، خدت انذار، الانذار الثاني خدت طرد بالكارت الاحمر، يبقى مباراه. لو احنا بنطبق كل شيء بدون حسابات كتيره هنوصل للصح وهنوصل للعداله التي يطالب بها الاهلي في بيانه بيطلب العداله، والزمالك النهارده بعد تصحيح القرار بيطلب العداله. شكرا، بنطلب كلنا العداله ونطلب تحكيم اجنبي سعيا الى العداله، بيراميد بيطلب تحكيم اجنبي سعيا الى العداله. وهنا بقف ارجو ان ما يكونش يجي لنا الحكم اللي مش عارف منين اللي قاعد فين. كفايه بقى جابوا لنا حكم اوروبي من اوروبا، عندكم 5 دول جابوا لنا حد منها، ايطاليا فرنسا اسبانيا المانيا انجلترا 6 اهو. ولا بلاش تكروتونا بالكرواتي. ايوه مش كل مره نفس الكلام ونفس الاسلوب ونفس الاستفهامات ونفس القرارات الغريبه، وكانك تستنجد بفلان يجي لك ويصبح الراجل ده يعني جاي لهذا الغرض. احنا نتمنى الناس ترتاح، كره القدم جعلت للمتعه، الناس لازم ترتاح، والعداله هي اللي بتريح المسطره الواحده.